ستهربي مع جربوع زي ده وتفضحيني في الدنيا كلها؟ انت مش عارفه انا مين؟ نفسي اعرف. اخرسي! اوعي تفتحي بقك بكلمه. انا لولا لما
تمت الموضوع بفضل أصدقائي ومعارفي. كان زمان صورك في الجرايد، كان زمان سمعتي دلوقتي على كل لسان، كان زمان أسهم شركاتي في الأرض. كل اللي يهمك شركاتك. أنت اللي كانت تتكلمي، أنت حاسة عملت إيه؟ حبيت وكنت نفسي أعيش مع اللي بحبه حقي. وأنا حقي فين من ده كله؟ أنت مش جوزي ولا خطيبي عشان تكره يوسف بالشكل ده. العداوة اللي بينك وبين أبوه دي ملناش ذنب فيها. أنت غبية، أنت ما أنتش قادرة تفهمي. أنت السلاح اللي ماسكه المصري علشان يضربني بيه، طلقة الرصاص اللي هتجيني في ظهري من أعدائي. رصاص وأسهم وفلوس وبورصة، ده مش عالم، دي غابة وأنا ما أقدرش أعيش فيها. إحنا ما بنختارش نعيش فين ولا مع مين. أنا اخترت أعيش مع يوسف في مصر. أنت ما أنتش هتخرجي بره الفيلا دي من غير حرس معاكي. أما يوسف بتاعك ده لازم يعرف إنه دخل معركة هو مش قدها. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ انت بتضربني حيوان؟ فك ايدي كده وانا اعلمك الادب. هتندم عليهم اللي دخلت في اليونان، انت وابوك. انتوا اكيد من كلام جورج، صح ولا لا؟ بس ما اسمحلكش صوت. سيلينا فين؟ سيلينا، سيلينا عملتوا فيها ايه يا كلاب؟ وبابا 14 وجبرك وكرموز وبحرم بيه، وسمعني احلى سلام. وانتي انت تريد انت 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 اه يس اوكي اوكي الو ايه يا خالد، وحشني يا ابن اللذينة. لا انا فل الفل، عملت شغل انا ايه؟ الله اكبر الله اكبر، في عين اللي ما يشوفه ما يصلي على النبي. ايوه كده، اللهم صل عليك يا نبي. الملي هتلعب انا، وهنبقى من الحواديت الكبار قوي في العالم. صفقات كبيره قوي، نقل بترول ولا زي منه. سنة واحدة يا ابو خالد، سنة واحدة واسم المصري هيلعلع في العالم كله. انت مال صوتك يا هلا؟ صوتك مش عاجبني، في حاجة؟ في حاجة يا خالد؟ امال مال صوتك؟ في حاجة حصلت ليوسف؟ يوسف جراله حاجة؟ امال زعق؟ انت بتقول ايه؟ اختفى يعني ايه؟ ما هو انا كنت واقف عشان اطمن عليه لغايه لما يركب، وبعدين جم وخدوه، وبعد كده مش عارف ايه اللي حصل، كانه فص ملح وداب. وايه اللي كان مسفره؟ ما قلتليش ليه بالتليفون؟ يا باشا الحكايه دي جت في دماغه فجاه بعد ما سيادتك سافرت. يا سلام، فجاه كده من غير ما يقول لي؟ وفيها ايه يعني يسافر؟ يقبضوا عليه ليه؟ ما هو اصل سيلينا كانت معاه. سيلينا؟ وعلى فرض ايه المانع القانوني يعني في انها تسافر معاه؟ الا اذا كان ابوها خد خبر وراقبهم. بعدين تسافر ازاي ويوسف بنفسه قال لي ان ابوها خد منها الباسبور؟ انت مخبي عني حاجه يا خالد؟ ما هو انت يا خالد في ايه؟ بس
فوق. مين اب؟ احنا لغايه دلوقتي كل اللي بينا فلوس وكلام، لكن الله يدبني يبقى فيها بحور دم اغرقك فيها انت واي حد. تتعلم ازاي تتكلم مع الناس المحترمين؟ انت خلاص كبرت وبقت صورك بتطلع في اخبار المجتمع، وبتقعد مع ناس يصوروك في الارض، ناس المشهوره. انا طول عمري كبير، بس يوسف كوم والدنيا دي كلها كوم تاني. وديت ابني فين يا جورج؟ تغلط في الالوان. لما تحب تسال على ابنك يبقى روح اقسم البوليس والمستشفيات. دامك طب راجل محترم. طب اسمع بقى، قسما عظيما لو ما حصلتش اشرب من دمك. ابنك يا جنبي مجنون مجنون. اديك قلتها، عارف انت المفروض ممكن يعمل ايه؟ يحرق، يقتل، يدمر العالم كله. ارموه بره. انا وانت، انا وانت والزمن طويل يا جورج. عملها إليانوس؟ ما يقدرش يقول لي لا. كل الخير اللي هو فيه ده مني انا. طب والوقت هيعمل فيه ايه؟ واحنا اعرف منين؟ المهم يبعد عن سيلينا وابوه، يتعلم درس ان اللي يقرب مني نهايته الانتحار. ايوه بس لازم تاخد بالك، هو مش هيسكت، هيرد باعنف مما تتخيل. انتوا المصريين دايما كده، تحبوا تبالغوا في كل حاجه، وده الفرق اللي بيننا وبينكم. الاوروبيين بيعرفوا يحطوا كل واحد في حجمه الحقيقي، ومحمود بتاعك ده مجرد مغامر لا اكتر ولا اقل. انا بس حبيت احذرك عشان ما نحلمش انا وانت زي ما حلمنا بكريستينا ويجي محمود يصحينا على كابوس. الكابوس هو اللي عايش فيه دلوقتي. انا اول باسيليوس ما بلغني بالخبر اهتميت واصدرت تعليماتي لجميع مراكز البحث الجنائي. ابنك مش موجود في أي مكان في الوزارة. يا فندم اللي خدوه من المينا ده اسم زي رسمي. حققت وعرفت لما لقوا جواز سفر سيلينا مزور، لموهم وحققوا معاهم وسابوهم يمشي. طيب تفتكر سعادتك يكون راح فين؟ أنا كرجل قانون ما أقدرش أجزم بشيء، لكن البلاغات اللي بتجيلنا من مينا اللي هي مجال شغل سعادتك بتبدأ بالمناوشات الصغيرة، وبعدين المعارك الدموية وللخطف، وأحيانا للتصفية الجسدية. طمن يا محمود، إن شاء الله يوسف بخير. أنا من ناحيتي مش هسكت، وهتابع الموضوع أول بأول، وأول ما أعرف حاجة هبلغك خبر. متشكر جدا. وأنت كمان لو بتشك في أي حد من اللي تبعك تبلغني فورا. سيادة الوزير احنا متشكرين على وقت سعادتك. العفو. عن اذنك. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. الموضوع مش هيخرج بره جورج واكرم. واكرم؟ يا ساتر، ده حتى مصر زينا. لا مالوش في الكلام ده. طب ويليانوس؟ ويليانوس لو هيعمل حاجة هيعملها بره الوزارة. أعتقد المرة دي إن ويليانوس مالوش أي علاقة بالموضوع، لأن حياة ابنه اللي في بطني أغلى عنده من كنوز الدنيا ومصالحه مع جورج. وبعدين هو متفق معايا، حياة ابنه قصاد حياة ابنك. محدش زاره قريب ولا كلمه. جورج أكرم، من ساعة ما كنت عندك في المكتب وحكيت لك على قضية أمريكا مفيش جديد. بالمناسبة عملت إيه في القضية؟ قدمت طلب تصالح وهينظروا فيها. كاترينا أنا حاسس إني بحملك فوق طاقتك، لكن أرجوكي لو عرفتي أي حاجة بلغيني بيها. مش محتاجة توصيني محمود. أول مرة أحس بالعكس، أحس إني مش قادر أتصرف ولا قادر أحمي ابني الوحيد. أحلامي بياخدوها مني. هتلاقيه محمود، هتلاقيه. إحساسي بيقولي كده. يا ويلو، يا ويلو اللي يمس شعر منه. ما
ما قلتليش يعني ان يوسف المصري مخطوف اليانوس. بجد؟ من امتى؟ وانت عرفت ازاي؟ الدنيا كلها عارفة. غريبة ان انا ما اعرفش. تفتكر مين اللي عمل كده؟ مع ان انا ما بيتحققش معايا الا ان مدام حبيبتي كاترينا انا موافق وهجاوب. اللي زي محمود المصري ده اعدائه كتير، هما يخطفوا ابنه، هو يخطف بنتهم، يعني الضرب تحت الحزام في العالم ده شيء مشروع جدا. قوليلي، هو ابنه الوحيد؟ متهيألي كده. اكيد حالته النفسيه سيئه جدا. والله ما شفتوش عشان اعرف حالته النفسيه شكلها ايه. طب بس على فكره، لو انت بتشكي فيها كاترينا لحظه واحده تبقي غلطان. انا وعدتك. اتمنى انك تكون عند وعدك اليانوس. انا بدات معاك حياه جديده، واتمنى اشوف اليانوس الانسان، مش مدير الامن العام اللي اسمه بيخلع القلوب من الرعب. يا حبيبتي انا طيب جدا، وبكره هتعرفي. مبروك يا نور. الله يبارك فيك يا طارق. ألف مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك يا عم. عاوزك يا طارق تحط نور جوه عينيك، وكفايه اللي شافته من وده وقته برضه. سيب الاولاد يفرحوا. انا عاوزك تطمني يا طنط، نور في عينيا الاثنين، وزي ما هي محتاجه تنسى انا كمان محتاج انسى وابدا حياتي من جديد. طارق، احنا هنضيع الوقت كله في الكلام ولا ايه؟ مش قدامنا سفر ولا انت ناوي تاكل عليا شهر العسل؟ ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وعسل يا بنتي، بس يعني عاوزينكم كنتوا تقعدوا معانا كده يومين نفرح بيكم احنا الاول. يا ماما، معهد العالم العربي في باريس عامل مؤتمر هايل للمراه، وانا اللي هتكلم فيه. انت ناسي ان بنتك بقت دكتوره ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش ناسي، بس كمان هتقضي حياتك كلها مؤتمرات وسفر؟ لا، احنا عاوزين حفيد. معاكي حق يا ماما، معاكي حق. يعني ايه اتجوزوا؟ اتجوزوا يعني اتجوزوا بمنتهى البساطة كده، يبيعوني هما الاثنين. انت عرفت ازاي؟ ابويا كلمني وقال لي عشان ابلغك. وهي ما عرفتش ترفع سماعة التليفون وتكلمني تقول لي زي ما ابوك قال لك؟ سيمبلي ابويا قال لي لاني ابنه، لكن نور ما قالتلكش لان مفيش اي قرابة بينكم، مجرد اكس وايف. على العموم اي حاجة يعملها ابوك مش بعيد عليه، حتى لو خد مني نور. طب انت مضايق نفسك ليه كده ومتوتر؟ خليك كول يا اكرم، ريلاكس، خد الموضوع بكل بساطه. انت علاقتك مع نور انتهت، وده معناه دلوقتي انها من حقها تبدا حياتها من جديد مع اخويا. وايه المانع؟ مش معنى ان اخوك انك تبالغ في العلاقه دي. ما هو ده عيب العرب والمصريين عموما، انفعاليين زياده عن اللزوم. اذا حبوا يحبوا موت، واذا كرهوا يكرهوا برضه موت. عشان كده قراراتهم انفعاليه خالية من أي منطق. جرى إيه يا فيلسوف صغير؟ وأنت لسه طلعت من البيضة عشان تفضل تحللني؟ وبعدين مين قال لك تتكلم معايا بالطريقة دي وأنت واثق قوي من نفسك كده؟ أنت زعلت ولا إيه يا أكرم؟ لا ما زعلتش، ومحدش يقدر يزعلني، لا أبوك ولا نور ولا حتى أنت. أنا في الأول وفي الآخر أكرم زهني. طب ريلاكس بس واهدى كده، مفيش مشكلة. يا جينا، جينا حاوز ايه بس من جينا وانا اعمله لك؟ قول لي اللي هطلبه من جينا انت مش هتقدر تعمله. جينا، تحت امرك استاذ اكرم. تتجوزيني؟ برضو يا بنتي مش عايزه تاكلي. طب ردي عليا، مش قادر افهم اي شيطان داخل ما بيني وما بينك. قولي لي يا بنتي انت عايزه ايه؟ انت عارف يوسف. الموضوع مش يوسف، الموضوع اني عايزه اكون سيلينا اللي انا عايزاها، مش اللي انت عايزها. في حاجه يا بنتي طلبتيها وما كانتش رهن اشارتك. حريتي يا بنتي. انت طول عمرك بتعملي اللي انت عايزاه، مفيش طبعا الا اليومين دول وانت عارفه السبب.
الحرية مش دخول وخروج، الحرية قرار. أنا مش قادر أفهمك يا سيلينا. عارفة. طيب إيه رأيك نرجع زي زمان؟ مش إحنا زمان كنا بنختلف، لكن عمرنا ما وصلنا لكده. يا سيلينا في سور عالي بيني وبينك مانيش قادر أعديه. هتفضل بابا اللي أنا بحبه، بس السور ده ما اتبناش النهارده ولا بسبب يوسف، السور ده اتبنى من زمان. طب يا حبيبتي أنا هسيبك تفكري، خلاص بلاش تتجوزي لداس، لكن كمان يوسف مستحيل. بس دي أول غلطة. لكن بمليون غلطة. أمال لو ما كنتش معايا خطوة خطوة ومأمنك عليه وفاهم عدواتي وشغلي كنت عملت إيه؟ إزاي قلبت عبيط كده في ثانية؟ أنت تستاهل أنت الواحد يسيب رقبته أمانة في إيديك؟ يا محمود ليه ما أنت سبتها قبل كده وما ندمتش؟ صح! لكن المرة دي أنت غلطت غلطة جايز تكلفني فيها حياة ابني. بعد الشر عليه. شغل التعديل ده انا ما بحبوش. مستحقاتك تصرفها على دين مليم. انا مش عايز حاجه يا محمود بيه. انا ما بحبش حد يباشش عليا. فلوسك تاخدها وتتكل على الله من هنا. المكتب ده ما تجوش ثاني. اتفضل. عايز ايه يا ابو العربي؟ لا مؤاخذه يا باشا، بعد اذنك يعني عايز تقول ايه يا ابو العربي؟ اتكلم خلصني. الاستاذ خالد محدش يجيب لي سيرته. هو صحيح غلطان. اسمع، انت هتحل مكانه مؤقتا. اني لا اني ما اقدرش، ده حتى تبقى قله اصل مني. اصل ايه وفصل ايه يا راجل انت؟ احنا في دوار ولا طابونه؟ احنا في شركه محترمه والكلام اللي اقوله يتنفذ. طب ما تشوف اي حد غير الشغلانه دي يا باشا. اسمع الكلمه اللي اقولها لازم تتسمع، فاهم؟ احنا ورانا مسؤوليات، شغل متلتل، صفقات ومواعيد، مش فاضي انا اللعب العيال ده. انا عايز وانا بدور على يوسف يبقى في رجاله ورايا تشيل المسؤوليه. تقدر ولا لا؟ اقدر اقدر بعون الله. اتفضل. فين؟ ما تقابل الراجل اللي بره ده، ده قاعد مستنيك بقاله 3 ساعات. ما يقعد، هو شريكي؟ ما تديله فلوس ومشيه. ايه دي الحنية دي؟ عامل لي فيها شفيق نور الدين في القاهرة 30. مش القصد يا باشا، بس شكله غلبان. اهو ده بقى بالذات مش هديله فلوسه. ما هو ده بقى بالذات هينط لنا كل يوم. طب خليه يدخل. اتفضل يا حاج. اتفضل. السلام عليكم يا حاج. اهلا. انت حلقت دقنك ليه؟ وانت لا سمح الله يا حاج زعلان مني في حاجه؟ هزعل منك ليه يا اخويا وانت على ذمتي؟ امال مش عايز تقابلني ليه؟ مش عايز اقابلك عشان السوق زفت ومزاجي مش رايق والعمله كل يوم في النازل، فهمت؟ ايوه بس انا معلوماتي بتقول غير كده. معلوماتك؟ وجبت اخويا معلوماتك دي منين؟ بتشتغل في المباحث؟ طيب ما تديني فلوس يا حاج زي ما هي كده ونفضل حبايب. ايوه اول ما السوق يفتح بس معايا شويه هديهم لك من العين دي قبل العين دي. انت كل مره بتقول الكلام ده يا حاج وانت عارف ان ده شقى عمري. ايوه طب اعمل لك ايه؟ السوق كده. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، انت اول ما جيت تديني الفلوس انا قلت لك ايه؟ قلت لي السوق مش مضمون. ها عداني العيب. عداك يا حاج. طيب اجيلك امتى تاني يا حاج؟ يعني 3-4 اسابيع كده وعد عليا، بس ادعيلي انت. يا رب. اتفضل يا حاج. تعال خميس. امورنا يا باشا. بقول لك ايه؟ احنا عايزين نرجع تاني نفتح كشاك الامن المزيد. اشمعنى؟ يعني اشمعنى؟ كومفلاش تمويل. جاني إخبارية إن بتوع مباحث الأموال العامة عينهم علينا. أيوة يا باشا، بس الحال ما بقاش زي الأول. لا الأكل هيبقى مدعوم ولا هناخد حصة من حصص فراخ الحكومة. مش عايزين منهم حاجة. طب وإحنا هنجيب منين؟ هنستورد يا أخويا. ما كل حاجة بقت مستوردة دلوقتي. الصابون والشامبو ده الفول المدمس بيستوردوه. استنى
باشا قلقتك؟ ربنا يخليك لي، هو انا اقدر استجمع عنك؟ بقولك يا باشا، ما تعرف ليش مكان كده بره استورد منه لحمه وفراخ بس يكون رخيص كده؟ اليونان حلو، حلو اليونان. نعرف مين بقى باشا في اليونان؟ اكرم زوني. اكرم زوني بتاعنا والله. طب حلوه دي، عندك نمره باشا؟ ايوه الدهاني ولا ادي اللي كنت عامله حسابه. يمكن الراجل معذور بجد. هو مين بس اللي معذور يا امين؟ انت بتضحك على روحك ولا بتضحك علينا؟ يا بابا حسين الدهشان بقى اكبر تاجر عمله في البلد، تحويلات المصريين اللي بتجيله من بره بتعدي الملايين في الشهر، وبالمناسبه بقى محطوط تحت عين مباحث الاموال العامه عشان كده. يعني معاه فلوس؟ طبعا معاه فلوس. امال مش عايز يديني فلوسي ليه؟ لانه نصاب. النصاب مهما كان معاه فلوس، النصب في دمه، غيه، هوايه، مزاج انه يضحك على البشر. مش بس كده يا احمد، حسين الدهشان ممكن يدي اي حد فلوسه الا ابوك. تفتكري موضوع مع خالي لسه جواه وفاكره لغايه دلوقتي؟ وهيفضل جواه طول عمره. انت فكرك هو اتجوز كليولي عشان عارف انها حبيبه خالك، واي حاجه يقدر ياخدها من محمود المصري هياخدها، شركته، خطيبته، فلوس جوز اخته. بس انا ليا صرفه يا امين. اسمعي يا كليو، انت عارفه انا بحبك بجد قد ايه، وانت كمان وحشاني قوي عليا، بس انت عارفه الظروف. عارفه وفاهمه ان جوزك اكيد هيمنعك تشوفي اي حد من ريحه محمود، بس مادام هو عامل فيها كبير قوي كده ومش عايز اي حاجه من ريحته، ما يقربش بقى من فلوس اخت محمود ولا ايه؟ فلوسك انت عليا؟ حسين واخدها منك؟ هو انت ما تعرفيش؟ اعرف ايه؟ 100,000 جنيه شقه جوزي في الغربه، بس حسين خدهم عشان يشغلهم ونام عليهم. الكلام ده بقاله قد ايه؟ داخلين على سنه، لا حس ولا خبر. وازاي ما تقوليليش؟ ما رضيتش اوجع دماغك يا كليو، وقلت لنفسي جايز يكون حسين ده اهتدى بحقه حقيقي، بس واضح ان ديل الكلب. انا اسفه يا كليو، بس انا متغضب جدا. كان نفسي اشوفك بعد كل المده دي وانت في ظروف احسن من كده، بس ما تخافيش عليا، انا هعرف اتصرف. وانت من امتى بتتدخلي في شغلي؟ لحد كده وكفايه يا حسين، ترجع للراجل فلوسه يا اما هيبقى اخر يوم بيني وبينك. اعتبر ده تهديد؟ سميها زي ما تسميها، مش هتدفع قول مش هدفع، وانا بقى عليا الباقي. يا سلام، هتعملي ايه؟ هدفعهم انا، بس هعرف اخدهم منك كويس قوي. انا عايز اعرف انت محموقه قوي كده ليه؟ عشان اخت سوروميو القديم هي اللي جات لك المحل. عيب الكلام ده يا حسين، احنا مش صغيرين. وما احنا مش صغيرين يا ست هانم يا متجوزه محترمه، مش عيب لما تتكلمي على فلوس واحد قريب خطيبك القديم؟ طب حط في عينك حصوه ملح. انا اللي احط في عيني حصوه ملح؟ طب يا اخي كبرني قدام الناس اللي عشرتهم واعرفهم طول عمري. الناس اللي عشرتيهم ولا محمود المصري؟ وافرض. افرض؟ اسمعي يا ست انت، انا لو اديت للدنيا كلها فلوسها امين ده بالذات مش هديله مليم احمر، والكلام ده مش عايز اسمعه تاني هنا في بيتي، واضح؟ اديني عملت بنصيحتك يا شوقي وعملت اعلان. حصل ايه بقى؟ اهدى يا محمود، اهدى واصبر اما نشوف ايه رد الفعل. حاسس ان انا عامل زي الولايه، بعمل اعلان عشان اقول للناس دوروا لي على ابني. في ايدك ايه تعمله وما عملتوش؟ وزير الداخليه ورحت له، جورج اتهجمت عليه في مكتبه، مفيش مستشفى ما دورناش فيها، هتعمل ايه تاني؟ اي حد ممكن يعمل اللي احنا عملناه، بس انا بقى لا. يعني ايه يا محمود؟ الله، انا مش عارف ايه اللي مسكتني لغايه دلوقتي. ايه اللي جرالي؟ ابني اتخطف ومعاه سيلينا بنت جورج، هي رجعت وهو اختفى. عايز تقول ايه يا محمود؟ يا ويلك مني يا جورج. راح فين يا محمود؟ دلوقتي انا يوسف ابني غايب عني ومن الاخر مخطوف، وطبعا انا مش هسيب حقي ولا هستنى حد غيري يجيبه. احنا كلتنا في ناس يوسف يا محمود بيه. انا عارف ان انتوا جدعان ابو العربي، عارف ومتاكد، بس ده طاري ابني متاخد مني ولازم اجيبه. اللي قبضه جورج نيكولاس او حد من اللي تبعه. طب ما نخطف بنته زي ما خطف ابنك. هو بلطجي. انا لا، انا لما احب اخد حقي اخد حقي منه هو،
مش من بنته. انتوا مالاش اي ذنب يا ابو العربي اللي تؤمر بيها محمود بيه. دومونيك، متهيألي انت ادرى واحد بمخارج ومداخل مكتب الامن اللي فيه اليانوس. عارفه اكتر من بيت يا محمود بيه. كويس قوي، انا عايزك هناك طول اليوم من اول ما يجي اليانوس لغايه لما يروح بيته. عشان مش عارف عشان ايه، بس اعمل اللي انا بقولك عليه دلوقتي، ولو شفت اي حاجه غريبه او اليانوس مثلا خارج بدري خارج معاه حد كده بلغني فورا بالتليفون. بالليل عايزك تفوت عليا عشان في حاجات تانية عايز اقولها لك تعملها. اللي تؤمر بيه يا محمود بيه. الله، طب واحنا؟ لا انتوا، لا يا ابو العربي، انا جايبكم هنا عشان اقول لكم ان الفتره اللي جايه انا ما عنديش دماغ للشغل، انا متبرجل يا ابو العربي، عايز في ظهري رجاله، مش عايزين نخسر الارضيه اللي كسبناها ولا عقود نقل البترول. كانك موجود واكتر يا باشا. ده العشم برضه ابو العربي، اتفضلوا. يلا يعني جريجوري ابن خالتي وماسك سنترال اتينا. اهلا جريجوري. اهلا مسيو محمود. انا حكيت لجريجوري عن افضالك عليا وانك انقذتني من الموت، وهو جاهز لكل طلباتك. اسمع جريجوري، انا عايز اقول لك ان انت اللي هتعمله ده هتعمله عشان خاطر تنقذ حياه ابني، مش اكتر ولا اقل. تحت امرك مسيو محمود. دي أرقام تليفونات مكتب جورج نيكولاس وبيته ومكتب التمثيل التجاري المصري. عايز تقرير يومي عن المكالمات اللي بتحصل في الأرقام دي. ممكن؟ في ورديتي ممكن. لا لا، يا ريت تخلي ورديتك بالنهار لأن ده ميعاد الشغل بتاعهم. أوكي مسيو. أرجوك محمود بيه، جريجوري مش ياخد فلوس. استنى انت بس يا هني، ده جزء من الدين اللي عليا، وعلى رأي مصريين احنا برضو جدعان. معلش عشان خاطر محمود بيه. عشان خاطر، عشان خاطر ايه؟ ما تنساش التقرير اليومي. اوكي مسيو. اتفضلوا. الحمد لله على السلامة يا عريس. أهلين يا نادل يا صغير. إيه أخبارك؟ إيه أخبارك أنت؟ طمني، إيه أخبار الهانيمون؟ يا سيدي أسبوع وراح خلاص. أسبوع كفاية قوي برضو عشان صحتك. جرأة أمريكانية بتاعة تيك أواي، أنا لسه شباب. بقول لك إيه، العروسة باين عليها مبسوطة قوي. ها جينا في إيه؟ ارفع السماعة، واحد من مصر بيقول اسمه حسين الدهشين. ألو؟ أيوه يا حسين، ازيك؟ ايه اللي فكرك بيا؟ بتفكر فيا على طول؟ غني عليا غني يا اخويا. ايوه ماشي يا سحسح، هفوتها لك المره دي. انا كويس الحمد لله. قولي بقى ايه الحكايه؟ ايوه كده، اقول بقى انك عايز تعمل بيزنس في المواد الغذائيه. يا سيدي انا ممكن ارتب لك اي حاجه انت عايزها، فراخ لحوم اي حاجه انت عايزها. لا بس الكلام في التليفون ما ينفعش. لا بص بص، انت حط نفسك في اول طياره وتعالى عشان نتكلم براحتنا. يلا سلام. شكلنا هنعمل بيزنس ولا ايه؟ شكلك انت اللي هتعمل بيزنس. ايوه يا استاذ جورج. فراخ ايه وبتعري؟ لا يا راجل انا ما بشتغلش في الحاجات الصغيره دي. صغيرة ايه يا عم، واحنا شفنا الكبيرة عشان تقول لي صغير؟ وبعدين حتى كريستينا خدها منا محمود المصري، يعني انا قلت يمكن المواد الغذائية والحاجات دي فيها مصلحة. طب ما تعمله انت وتستفيد. طيب على العموم انت باين على دماغك مشغولة بيوسف المصري وبنتك. لا ده موضوع خلاص خلاص. ادخل خليك معايا. في ايه يا نسي؟ جواب ده جيب حضرتك واللي جابه قال يوصل على طول. هكلمك بعدين يا أكرم.
فينا. الحمد لله، الحمد لله انك بخير يا بنتي. الكلاب كانوا عايزين يخطفوكي، يحرموني منك. مين دول؟ هيكون مين غير المصري وعصابته؟ ليه بتقول كده؟ بعت لي جواب تهديد على المكتب. ما انت ليك اعداء كتير، اشمعنى المصري هو اللي بعت لك الجواب؟ ما حدش يجرؤ يبعت لي جواب زي ده غيره، وهو اللي تهجم عليا في مكتبي. اكيد عملت فيه حاجات خليته يعمل فيك كده. بطلي التخريف ده بقى يا سيلينا. ده رايي. خلي رايك لنفسك. الو الامن؟ وزاره الداخليه. في قنبله هتنفجر في جورج ستورز بعد نص ساعه من دلوقتي. هيكون في حرس على باب اوضتك وعلى باب الفيلا، ممنوع تخرجي بره الاوضه من غيرهم. ده سجن؟ السجن في بيتك احسن من خطفك وتهديدك. الو؟ ايوه انا. قنبله عندي في المحل والبوليس. طيب انا جاي حالا. مفيش غير الكلاب. الحمد لله البلاغ طلع كاذب، بس شكل الزباين وهم بيجروا علشان يخرجوا من البوابه وينطوا من فوقها ويدوسوا على بعض، والمصورين وهم بيصوروهم كل ده هينزل في جرايد بكره واحنا في عز السيزون. يا ترى مين عمل كده مسيو جورج؟ انا عارف مين. مين سينيور جورج؟ بكره تعرف. يلا روح شوف شغلك وطمن الناس، سيبني انا اتصرف. اوكي. ايوه يا اكرم، شفت المصري عمل ايه؟ يا جورج ما تنساش ان ده ابنه الوحيد. ما هي سيلينا بنتي الوحيده. ايوه بس ابنه هو اللي مخطوف. يستاهل. خلاص يبقى تستحمل انت بقى شويه مشاكل. فاكر اني هتراجع؟ يا سيدي انا بقول لك اتراجع، انا بقول لك رجع له ابنه، هو درس وتعلمه بعينه. خلاص يا سيدي انت حر، بس المهم ما يشمتش فيك في الاخر. هو دلوقتي رقبته تحت رجلي. مع السلامه يا اكرم. ايه يا حبيبي رايح فين؟ عندي ميعاد في السفاره لازم اروح. طيب ما تتاخرش. الو. ايوه يا جينا انا كريم. عارفه عمك مش هنا. راح فين؟ السفاره المصريه. راجع تاني؟ لا يعني لو جيت لك دلوقتي هنبقى يعني لوحدينا. وبعدين معاك يا كريم، احترم عمك واكبر بقى. انا حبيتك قبله يا جينا وهو اللي خطفك مني. بطل شغل العيال ده واكبر بقى. انا كبير وعارف انا بعمل ايه كويس، وبعدين لو بتحبيه قوي كده لازم تشكريني لاني انا اللي خليته يتجوزك. ليه بقى؟ لان انا اللي بعت الجواب لمراته الاولانيه. انت اكيد مجنون. بحبك يا جينا، اعمل ايه؟ زي ما توقعت بالظبط. يعني جورج هو اللي خاطف سيوسف؟ مش هو لوحده. اخص على اكرم ده بقى، يبقى عارف كل حاجه ومصري زيك وما يقولكش. اكرم بيكرهني اكتر من جورج، بس شوف ربنا سبحانه وتعالى بعت ابن اخوه عايز يدوس على شرفه. وهتعمل ايه يا محمود بيه؟ الحاجة الوحيدة اللي مطمناني لغاية دلوقتي إن يوسف لسه عايش. ربنا يجيبه بالسلامة. تؤمر بحاجة تانية يا محمود بيه؟ لا يعني أنا مش عارف أشكرك إزاي جريجوري، وديك سمعت لنفسك عشان تعرف إنك بتساعدني عشان أجيب ابني. عارف محمود. إحنا زي ما إحنا احتمال نعرف مخبين يوسف فين. جريجوري كل تليفوناتي هتاخدها من يعني. تفضل اقعد اشرب. اقعد دومينيك عايزك. محدش يتحرك من قدام باب اوضتها، وممنوع تخرج بره الفيلا، مفهوم؟ ايه ده؟ حيا. برافو دومينيك، برافو. خش على اللي بعده. ولسه يا جورج، لسه يا ما حتشوف مني.
اسف اني جيت في وقت مش مناسب. ايه؟ عايز ايه؟ يؤسفني ابلغ سيادتك ان مفيش ولا زبون دخل المحل من الصبح لحد دلوقتي. ده غير ان في قلق في البورصه وفي الشركات العالميه اللي بنستورد منها البضاعه. طب روح انت وانا هتصرف. يانوس يوسف المصري. ايه اللي بتقوله ده يا شرش؟ الموضوع ما وصلش للدرجه دي. عاجبك اللي بيحصل فيا؟ لا طبعا مش عاجبني، بس انا متهيألي يعني لو ابن رجع له الموضوع اللي بينكوا هيهدى والحرب دي تقف بقى. وكمان لو اتلقت جثه ابنه مرميه بطريق الجبلي كان عربيه صدمته قضاء وقدر، ساعتها هيسلم وهيهدى وهيرتاح ويريحني انا كمان. انا ما اقدرش اعمل كده يا جورج. ايه؟ وانت ياما عملت، ولا خايف احسن كاترينا تزعل؟ جورج اليانوس، ابعت ايليا جزيره سانتا هيلانا يقتلوا مطرح ما هو مخبيه. انت تديني اوامر يا جورج؟ يا يوسف المصري يتقتل؟ يا قضيتك اليانوس. ليه؟ الو؟ هي جريجوري، طمني ايه الاخبار؟ بتقول ايه؟ هيقتلوه؟